تحياتي للكابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مرهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد. اهلا بيك يا كابتن. الله يخليك. طبعا عاوز اقول حاجه في البدايه كابتن ايمن. اتفضل كابتن. الشخصيه التحكيميه، عندما يفتقد الحكم الشخصيه التحكيميه كابتن علاء، عندما يتاثر بعامل الارض والجمهور، تتوقع منه كل حاجه كابتن شريف. يفقد السيطره قصدك يعني. تتوقع، ما هي الشخصيه التحكيميه هي اساس الحكم. لو مش موجوده عندك كل حاجه عندك هتتاثر بيها. مظبوط. سواء كان في المخالفات الفنيه او العقوبات الانضباطيه او كمان في احتساب ركله الجزاء من عدم. بدايه هذا الحكم ضعيف الشخصيه يا كابتن، وما كان يجب ان هو يتعين في هذه المباراه. دي نمره واحد. على الرغم دي كانت فرصتك كحكم انك انت تنطلق من هذه المباراه وتثبت نفسك عشان تبتدي تاخد في المباراه القادمه. نمره واحد، انا عندي كابتن علاء ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. عايز اقول لك ان هو شافها، لا شافها. شافها. وهقول لك شافها ليه من خلال الحاله، يعني هو حظه وحش النهارده معانا الحالات هنجيبها. عندي بطاقه حمراء النهارده مباشر. وانا بتكلم بصرف النظر عن الاداء النادي الاهلي، انا بتكلم تحكيم النهارده. عندي بطاقه حمراء مباشره لاعب ضد طاهر محمد طاهر داخل بالستارز واضح جدا في المنطقه اللي هي مش محميه بيني وبين الحكم تقريبا 5 متر، شافها كويس قوي قوي. على فكره اللعبه دي في في في, في مباراه كايزر كابتن علاء تم طرد لاعب وكان رضوان جيد كان في الفار. كابتن بصفه عامه هذا الحكم اثر تاثير كبير على اداء النادي الاهلي. هقول حاجه ثانيه يمكن البعض يمكن ما عرفهاش، هو لم يوفر البيئه الامنه للاعبي النادي الاهلي من خلال التحاماته القويه. خلي بالك كل ما اللاعب بيخش من التحامات قويه في احمد بلال، في علاء ميهوب، في اسامه، في شريف، انت بتكش شويه. كل الاتحامات هو لم يتخذ فيها قرارات يا كابتن، وهجيب لك الحالات مش كلام مرسل، ولكن هنروح للحالات يا كابتن احمد ونشوف حاله في هذه المباراه. خلينا نروح للحاله الاولى ونشوف ايه الحكم. هنا بنتكلم طبعا ركله جزاء طبعا واضحه وضوح الشمس، ما فيش فيها اجتهاد، يعني اللاعب لم ينجح في لعب الكره حارس المرمى، وبالتالي دخل بتهور، وكان يجب ان انا اشهر البطاقه الصفراء، مش معنى ان انا حسبت ركله جزاء، لان هنا ما فيش هنا كابتن علاء، ما فيش هنا من اللاعب من حارس المرمى ان هو بيلعب على الكره، لا ده هو دخل خد برجلين الاثنين محمد شريف، ونشوف هنا طريقه الدخول واسلوب الدخول باليمين وبالشمال، وكان يجب هنا اشهار البطاقه. طبعا هو لم يشهر البطاقه الصفراء هنا الحارس، وبالتالي هنا ركله الجزاء واضحه جدا لشريف نتيجه العرقله الواضحه من حارس المرمى، والذي كان يجب اشهار البطاقه الصفراء لم يشهر البطاقه، ومتردد جدا جدا، ما عندوش كمان ثقه في القرار. قرار سهل، قرار سهل. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف كابتن هنا الضرب واضح جدا بالكوع، ونشوف والمساعد هناك شايف، وانت كحكم شايف. كابتن بلال من فضلك خليك بس معايا في الحاله دي، مهمه جدا جدا. هنا اللاعب يتعمد بقبضه ايده، نشوف تاني هنا، شوف بقبضه هو بيطلع، مش كوع كده طالع بيحمي نفسه ولا حاجه، لا ده طالع بقبضه ايده كابتن هنا وبيضرب، ومع ذلك هنا اشهر الصفرة اللي انا شايف كان ممكن هنا ترتقي الى الحمراء. دي حاله من ضمن الحالات اللي كانت معانا هنا. شوف الايد بتاعه لاعب تقريبا نونو او اللاعب رقم 9، وطلب البوكس، مش طلب البوكس، طلب مش بالكوع، مش بيحمي نفسه كابتن. ادي بطاقه حمراء مفقوده نتيجه ضعف شخصيه الحكم، هذا الحكم الضعيف اللي اثر بقراراته على اداء النادي الاهلي. نروح للعبه اللي جايه وبعديها على طول مباشره، شوف بيدي تحت فرصه، خلي بالك هو بيهرب من القرار. تعال نشوف هنا تاني، نشوف ده هي ستوب. دي ستوب، تعال ارجع لي تاني. هل من المعقول النهارده، انا النهارده بالدخول ده بالاسترزات في منطقه غير محميه كابتن بلاد بدي امكانيه اتاحه فرصه؟ فين اتاحه فرصه؟ يا بيه النهارده هنا خطا يستوجب البطاقه الحمراء مباشره وتدي الراجل الفاول. حتى لو اداله لازم يرجع له. كابتن هنا الافضليه ايه؟ انت بتدي الافضليه هنا كابتن، هو انا الافضليه اتاحه فرصه ولا اوقف وادي البطاقه الحمراء؟ صح. هو النهارده عشان يهرب من البطاقه الحمراء خلى اللعب يستمر ورجع. نشوف تاني المخالفه. طب يا كابتن لو اللعب استمر مش ممكن يرجع له يدور يرجع تاني؟ بس الافضل ليه يا كابتن اسامه؟ هذه الفرصه مش يعني مش هي ديت اللي انا ممكن اقدر من خلالها بلال اخلي اللعبه تواصل. ايوه خلينا نشوف الفرصه، فين الفرصه؟ تاني هنا نشوف هنا الراجل داخل متعمد الايذاء بالستارز
واضحه جدا جدا، وهو للاسف الشديد بينه وبين الحاله 5 متر، لم يحتسب هنا المخالفه، وكان يجب ان هو يرجع، حتى لو اتاحت فرصه كان يجب ان هو يدي الحمراء. يبقى انا عندي النهارده بطاقتين حمران يفتقدهم الحكم. اللعبه دي يا كابتن دي مفيش فيها افصال، دي عندنا في التحكيم هي لابد انك انت تاخد فيها بطاقه حمراء، ما ينفعش ان انا ادي فيها اصفر. شوف تاني هنا هاف، هنا ستارز والقوه موجوده والسرعه وكل حاجه موجوده في هذه اللعبه. صحيح. دي حاله. نروح للحاله اللي بعد كده. طبعا هو كمان يفتقد كمان كابتن للتمركز الصحيح والقراءه الجيده للمباراه. نشوف بنالتي هنا 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 ستوب كابتن، يعني كابتن علاء هنا قول لي زاويه الرؤيه هنا عامله ايه؟ هو شايف كويس، هو شايف جدا، هو شايف كويس يا كابتن. كابتن انا مش عاوز اقول ان ده شايف كويس جدا جدا، ده اكتر واحد من المساعد شايف افضل مننا. افضل زاويه رؤيه يا كابتن شريف للحكم مش الحكم المساعد، خلي بالك مفيش حاجه قافل عليك ولا حد قافل عليك ولا عندك حجه في حاجه، ولكن انت يعني عشان حسبت ركله جزاء ما تحسبش الثانيه، لا الكلام ده مش موجود في التحكيم ابدا. هو حتى الاهلي ركله جزاء هنا اكرم توفيق. نشوف الحاله تاني لما وليد راح له يا كابتن، تحس ان هو حاسس من جوه ان هي ضربه جزاء، بس هو حاسس بتعليب الضمير يا كابتن. يعني هو حاسس ان هي عارف ان هي ضربه جزاء بس تمام. العرقله واضحه جدا جدا، حكم تردد، لا مش تردد، هو متعمد لم يحتسب هذه. ليه؟ لان هو خايف من الارض، عامل الارض وعامل الجمهور، وزي ما قلت لك في البدايه عنوان المباراه الشخصيه التحكيميه، هو يفتقد ليه شخصيه انا اعتقد لو المباراه 1-0 كان هحسبها. ما دوت ليه حساباته، ما 1-1 دي كمان هي كمان خليته برضيش اه والله، والوقت كمان خلاص قرب، لكن هي لو 1-0 في الوقت ده واللعبه دي كان هيحسبها عادي جدا، كان هيحسبها. هو هنا بنقول ايه؟ هو هنا عنده حسابات، الحكم اللي عنده حسابات ما خلاص لا. خلي بالك ما يبقاش حكم. صحيح. ده في البدايه. صحيح. نروح ل هنا خلاص ركله جزاء هنا واضحه جدا، وضوح الشمس لاكرم توفيق. حاله من الحالات المهمه جدا جدا، انت عملت حاجه غريبه جدا مش في التحكيم يا كابتن احمد. اولا دخل الملعب، انت بتمنع الجهاز الطبي من النزول لعلاج لاعب، وبيديله انذار. وبتديله انذار، يعني انا ما شفتش كده. انا هنا بيجي الحكم بيقول لك النقاله، طب ايه المشكله؟ الجهاز الطبي متواجد، وبعدين هقول لك اللاعب ده اتعمل فيه عمرو السوليه ايه؟ لا ده الراجل هنا اللي دخل فيه بالستارز على الحذاء. نشوف اللعبه، هو منع طبعا الجهاز الفني الطبي من الدخول، وبالتالي هو بيقول لك النقاله تخش الاول، وطبعا دوت مش موجود ابدا في التحكيم، لان انت معاك الوقت اللي هو بدل الضايع. شوف المخالفه الاول، مين يستحق المخالفه كابتن علاء؟ هات لي المخالفه كده اللي جت من لاعب النايجر ديد عمرو السوليه، اللي هو الرجل راحت في الساق. خلينا بقى نروح لي نيجي هنا كابتن، هنا نشوف، هنمشي نمشي، بص ده دايس على مين؟ دايس على رجل مين؟ مين دايس تاني الايد من فوق، والرجل شوف الرجل من تحت الاول هنا، والايد هنا فوق اهي، ايد ورجل، ولم يحتسب المخالفه. وطبعا هو شايفها كويس قوي قوي كابتن علاء، حكم للاسف شيء تدخل بالقرارات نتيجه عدم وجود الشخصيه التحكيميه بشكل عام. هنا الراجل بيتعالج، بيطلب ان هو يتعالج، وهو بيقول لك لا، وراح مديله انذار، وايضا ادى علي لطفي انذار طبعا لا يستحق الانذار فيه. بشكل عام بصرف النظر عن النتيجه، هذا الحكم حكم ضعيف جدا جدا، اثر بقراراته التحكيميه على المباراه ونتيجه المباراه. نتمنى 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 ان هذه المباراه تسند الى الحكام الكبار كابتن اسامه، لان هنا هذه المباراه كان ممكن ان هي تؤثر في المباراه القادمه، ولكن بنقول دايما دايما ان شاء الله المباراه القادمه في النادي الاهلي يقدر يعوض في ملعبنا، ونقدر النهارده نكسب باذن الله في المباراه القادمه.